أهلا ومرحبا بشيخنا الكريم. حياكم الله وبارك فيكم. نفسر الآية المباركة في سورة الإسراء في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الآية الكريمة يقول الله سبحانه وتعالى عن نفسه جل وعلا: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء لا يسبح بحمده. تسبيح معناه التنزيه، أي أن هذه المخلوقات العظيمة ومن فيها كلهم ينزهون الله سبحانه وتعالى، كل بلغته ولسانه. وإن كنا لا نفهم لغة هذه المخلوقات والجمادات، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلمها. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن من المخلوقات، من الآدميين والجن والإنس والملائكة، كلهم يسبحون الله وينزهونه. وكذلك هذه المخلوقات والجمادات كلها تسبح الله سبحانه وتعالى، أي تنزهه عن الشبيه والنظير، وتنزهه عن الشرك. التسبيح معناه التنزيه، كل بلغته التي يعلمها الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني لا تفهمونها، لا تفهمون تسبيحهم، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلمها. ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فهذه الآية فيها وجوب تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الشرك وعن التشبيه والتعطيل وعما لا يليق بجلاله، وأن كل مخلوقاته الناطقة والجامدة كلها تسبح الله سبحانه وتعالى، كل بلغته التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن.